حاليا بحي الجراري. عندنا اليوم 30 مارس 2020 الساعة 5 بالتوقيت المحلي، 4 بالتوقيت كرينتش. كتبقى ساعة مكانة لحظر الجوال واللجوء، الواحد يتجه للدار ديالو. لا الترانسبور ما غنمشيش فيه، نمشي على رجلي، ونمشيش في الترانسبور. نمشيش في الترانسبور لا والو. شنو الاسم ديال المدرسة هادي حكيم اخي؟ هادي المختار السوسي. المختار السوسي، المختار السوسي ديالنا. عالم وسوس، سوس العالم. سوس العالم، مدرسة المختار السوسي. الحركة الوطنية. دابا الاسواق يشدون في الجوجة حكيم. في الجوجة. البارح خرجت قارة. البارح خرج. الدعاية كتسبق الدعاية بزاف، الناس كيسمعوا الدعاية أكثر ما يشوفوا المواقع، المصادر ديال الأخبار بحال وكالة المغرب العربي للأنباء مثلا. هذا السوق حوم الوردة بالجيراري. هذا السوق حوم الوردة اللي كاين في الجيراري. التزام تام بأقيلة إجراءات الاحت. السوق كيخدم حكيم داخل. خدام من بين الأسواق اللي كان اليوم خدامين. أسواق القرب اللي خدامين ناجحين في الخدمة ديالهم، فيهم حركة خلاف بحال دابا هذيك ديال السوق القرب بني مكة. بحال هذيك اللي مشي بني مكة هذا ميت. هذاك اللي مشينا مرة أخرى الزويتينا، ملي مشينا تفنا السيد جوج ديال دار القنفود. مقتول. دار القنفود والزويتينا جوج. هذاك الزويتينا مرة جا في واحد الحي خاوي ديال ديك الحومة دار القنفود. واحد آخر مسمي حي الهانة. الهانة هذاك خدام شوية. لا خدام هذاك. هاد الاسواق ديال القرب بغاو يمتصوا بهم زعما بطاله. لا والو. يخدموا بالطاجيه. لا تجاره لا علاقه طيبه مع الناس. السلطه اخي. ها؟ من السلطه. انا من السلطه هو. العدد ديال المصابين اليوم تزاد 516. واحد الحاجه ما كنلاحظوهاش يا حكيم. العدد الوفيات والعدد اللي يتماثلوا للشفاء. الوفيات اكثر من الشفاء اخي حكيم. كثار بزاف يعني مفهوم. حنايا راه يعني على شي حاجه اخرى. 27 ديال الوفيات كاين. 29 وفيات والحالات اللي يتماثلوا للشفاء كانت 16 مقارنة أن أكثر من النص. حنا الوفيات غادي تكون عندنا بزاف. الوفيات غتكون عندنا بزاف. أنا كنقول لهم الناس عباد الله التزموا البيوت ديالكم تخبعوا إلا الضرورة. أولا بحال مرة أخرى مشينا للضمان الاجتماعي نهار السنين لقينا الناس عاملة تما كفيلة على الضمان الاجتماعي. شفتي على كارثة الفضلة ديالهم فيديو. مقدمية يديروا فيلة يديروا خدام كتعمل شغلك دور أخي على الديور ديالك يعني. خدم باللي خدم بالنهار خدم أي ساعة الوراث عمرهم كتعمل لهم السمية ديالهم والكاشي يكمل العنوان ديالو يكمل المسائل ديالو. سيبو تحت الباب. لا هو خصو يخدم بالجوقة. وهاد القاعدة اللي في واحد العدد ديال الناس كنلاحظها أنا في الطب الخاص العيادات اللي كاين. ما يجيش حتى يجبر الصلاة عامرة بالناس عادي يجيو. علاش اخي يجي في الثمانية ديالك في الساعة في الثمانية خدم اشتغل راسك وخصو يجي من الاخر يبقى حتى فوق الستة يتعطل. العيادات تغلقوا تقريبا ديال العيادات كاملين تغلقوا شدوا
لا من عين السنان اطباء الطب العام مشى بحالهم كامل بهم كلشي مشى. ولكن دابا الاطباء انا كنتسائل واش مشاو يعملوا العمل التطوعي يخدموا في المستشفيات بحال دابا مستشفى محمد السادس اللي كاين هنايا اللي استقبل البارح واحد الحاله اسمو سبيطار محمد السادس ياك جابوا جابوا شي حاله واقيلا جابوا شي حاله اذا الدكتور طوبار عمار ماش غادي يكون فيه دابا طنجه فيها 39 دابا حاله حاليا وسبيطار محمد السادس البارح استقبل واحد الشرطه الحفره مرونها هذا هو محمد السادس اهو حراسة يعني العيادات اللي ما قدروش يشدوا صافي ما كانوش عروض تسهيلات كيفاش يشدوا يشدوا يسرحوا ديك العمال ديالهم العمال ديالهم شحالهم ديالهم إذا كنتواجدو حاليا في الحي بني ورياغل اللي معروف الجامع بني ورياغل والجامع جبالة وكذلك المقابر ديال جبالة مسجد النور التسمية ديالو هاد التسمية ديال المساجد جات شوية معطلة بزاف لا غالبا المساجد ديال طنجة معروفين بالأسماء كاين واحد أحياء كان هنايا فين جات اللي كانت الشفاء غندخلو بواحد الزنقة هنايا حكيم أخي اللي فيها هذيك الدكتور شنو سمي هذاك الدكتور سيد حي مساعد دكتور قشة قشة شرح العامة شرح العامة كاين اخي طبيب السنان واحد غير يخدم السنان وانا يا اخي خدام هذاك اللي كان عند محمد اللي كان مع محمد يوسف فين عنده هو على اليمين على اليمين لا الا بغيت شي حاجه اجي عنده مزيان اخي ها ها الكلينيكا ها هي كلينيكا الشفاء ديال كلينيكا بولعيش بولعيش البلاعشة طنجة البلاعيش البلاعيش المهم هي واحد الصفات ديور جمعوا معمل كلينيك تفتيت حصل كليب الليزر واللي مسؤول على الإدارة ديال ديالو هو الدكتور قشة قشة شيوش قشة ديال الريف كاين حساب في الأطلس لا قشة من الريف هو أصلا من بني توزين على ما أظن ولا من ولا من تفرسيت تفرسيت من بني توزين هذا الشيء كيخلع حكيم اخي عدد الوفيات اكثر من العدد اللي كيبراو من اصل 516 من اصل 516 ومن مجموع الناس اللي داروا التحاليل 1900 الف قول مجموع ما بين اللي هما حاليا في المستشفيات وهذا تقريبا 2500 واحد اللي لقاو فيهم هاد 500 الحقيقة الإعلام والصحافة ما يطرقوش لهذا الموضوع يزيدوا يتكلموا عليه فيها موضوع باش تعرف الصحافة لا صحافة ولا حرية التعبير ولا حرية شي حاجة يقول الحقيقة للناس يعني خلي الناس هيداك دابا حنايا مغاربة مراهنين على
الحجر الصحي. هذا هو الحل اللي عندنا. هو ما كافيش. هذا هو الحل. هذا هو الحل اللي عندنا وصلنا خير. هو الحجر الصحي مع يزيدوا يديروا التحاليل للناس الاحياء اللي فيهم الناس وفات. وقيل البارح شفت واحد حاله واحده من العرايش، حد جا من العرايش جابوه ديريكت المستشفى، مازال كينتظروا نتيجه التحليل ولكن مات. دابا هاد الناس اللي كيموتوا هنايا بالكورونا في المغرب وما كيوصلوا المستشفيات حتى لاخر ساعه. حتى المراحل الاخيره. حتى المراحل الاخيره لان كتعرف التخوف ديال الناس من المستشفى، والتخوف ديال الناس انه يسمع ان بالنتيجه السلبيه ديال اي مرض. مختبرات، مختبر في كازا، مختبر ديال الرباط. ياك ما كاينش اقتراح كاين اخي؟ لا جوج. ان شاء الله كيبوزوا تقريبا 250 250 تحليله في اليوم. في اليوم. ايه. المانيا راه دارت 3000 على ما اظن تحليله في اليوم. وماشي مركز واحد عندها ولا جوج. وقبل كان عندنا المختبر، جميع لابوراتوارات اللي كانوا في المغرب كانوا كيخدموا بالمنتوج المختبر ديال الالمان. الى غايه وقيلة 98 طريق علاش بنلعوها هادي؟ عرفناش علاش بنلعوها سير وشوف الناس. ها؟ الدخول طنجة. لا حول ولا قوة الا بالله. وما نتناش كون غير السماء كيما هذاك سوريا هذوك ماشي سوريا بحقيقة، هذوك غير الغجر. غجر الروحات. ما في ما خدامين. السوريين ما كيسعاوش. السوريين ما كيسعاوش. ودي واخا تجري مع راسك راه هادي في اللي كانوا كتلقى العمال هنايا تلقى الحركة مشدودة حتى هي. دابا كاين نقص في الكمامات، كاين نقص في اللباس ديال الاطباء. طنجة معروفه من قديم صناعه النسيج و ما كمامات ما باش ما قادرينش يوفروا بعدا على الاقل الكمامات. معامل ديال النسيج كل واحد يتكلف بالكميه ديالو، حساب كميه يعدلها تبرع بها مثلا المستشفيات. يخدم اخي يتبرعوا. هنايا كيبان العمل التطوعي، وهنايا كيتبان الوطنيه، الحق الوطني الا كان شي وطنيه. وهنايا كيبان العمل ديال اسعار المازوت اليوم في توتال 8 هذيك ليسونس حكي 9 دراهم و57 والغازوال 8.14. مع بدايه هذه الكورونا نقصوا واحد 80 فرانك ولا 80 فرانك ولا شحال نقصوا شي، كان 10 دراهم، كان 10 دراهم تقريبا اللي شريت. هذا الفارق من صندوق كورونا زعما ياك. بالليله كيبلعوا الطرقان. والله الا مزيان. راه سعزل الاحياء دابا. وشنو دابا حنايا غادي يخليونا هنايا ولا؟ قبل الست نكونوا رجعنا. لا قبل الست. دابا كنطير. هذا المركب الرياضي، حنا في المجمع الحسني. لا تعرف باقي الوقت. لا مازال الوقت، راه عندي حق انا. انا كنتحرك دابا حنايا على 45 دقيقة من 6 دخول حضر التجول حي ستنفيلد. الطرقان
فهمش كيفاش كيديروا ودابا داخل المغرب ما بالوك اشنا نقولوا المغاربه اللي هما في الخزيرات الحدود وفي السبته وفي العائليه على الاقل بعدا يبقاو تما كيبقاو تما يديروا لهم شي شكل من شي حاجه فين فين تخبعوا اوطيلات راه سدوا والبارح قال لهم خرجوا كاملين هما الحديد مجدوم على هذا الرمبول كذلك خاوي حكيم بغينا نرجع لطريق دار الشقر وهي هادي وقيلا هي وقيلا هي اللي ما كنساها كنمشي ليه لا هادي هادي كسمو زعما حدا اسواق السهلة اه خصني ندوز تما بالفعل هي هادي مافيا العقار شنو عامله في طنجة مافيا العقار تحس هاد الجميع الساحات اللي كاين هنايا الا بغيتي المشروع ينجح هو دير له مسجد المسجد يكون كبير سمعة عالية ويكون فيها فيها فيه التبارد ما واخا ما ديرش منطقة خضراء ما ديرش المستشفى ما ديرش مدرسة ما ديرش مكان ديال يلعبوا فيه الاطفال ولا مكان دير اسمنت الاسمنت طرفين متراكمه هادو اسواق السلام والاسواق كذلك محتاجين اسواق ديال اسواق الخضره اهم شيء والله المكتبة وسط وسائتي العمومية أخي أخي حكيم ما نظنش هاد المكتبة تنجح أكيد شي مكتبة في طنجة ولا بشكل عام زعما عندوها قريبة الحي الجامعي والجامعة هي أرض سلالية كنشوف مرة أخرى تجمعوا واحد العدد ديال الناس كيتشكاو من خصهم ديك ما تخلصوش من ديك ما شبروش التعويض ديالهم من الأرض والله ما عرفتش نسمي هذا الحي هذا دابا انا العمارات ديال واش واحد الصخره من هنايا ولا شي بحال هكاك في الصيف كتكون الزموري الزموري هادو حتى هادو اي زي قطاع القصبات دابا مسنوره بالموال في طنجة هذا كتكون في الصيف كتكون الحركة هنايا اللي مزيان بعدا في هذا الشارع كاين كتجبر المواد الغذائية اللي كتحتاج موجودة واحد كيدير الخبز هنايا هو هذا كيوفر الخبز بمعنى الكلمة كيوفر الخبز والناس ديال على برا كتشوف هنايا شي عائلة كيسكنوا هنايا كيجي كيعجب لهم يخرجوا يجبروا الخبز السخونة كيفطروا ايوا بالشكل ما حيت لهم بلادهم ما حيت البلاد اللي عايشين فيها اللي هي بلادهم الحقيقه هي الاساس هي البلاد اللي كتهزهم كتكلف التعليم ديالهم الصحه التقاعد ديالهم ما هذه الارض الارض اللي كت اللي ولدوا فيها خلفهم دابا الخمسة ونص قال لك بالفعل كيف العود ترى
كيسدوها دابا عرفتي تمشي نيشا ندخل على مركب الريادي نمشيو نيشا لكاع نمشيو حتى بحال والو جبرون في المسنانة حاسي واخا سي راح دابا انا حكيم كنتحرك في اطار العمل ديالي ما كنخدمش ما كنتحركش حدا هو عندك اش على الروتازاسيون الروتازاسيون عندي ما كنبينوش كاع الروتازاسيون عندي عندي جوج عندي واحد ديال 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 جبته من القيادة وعندي واحد ديال الخدمة ديال الشركة اللي كنخدم فيها إيه. ولكن كان غالبا التحرك ما كنخرج دابا تقريبا ما كتدفعوا له ماشي ديك المقاولات الصغيرة كدا شنو غتفعلوا؟ آثار كورونا كدا كاين والو في ديك الشيء ما كاين والو ياك غير كاين والو هضرة ما كاين والو ما كاينش كاع كانت داخلية بوحدات اللي خدام هنايا هذا كنشوف كيفاش ديك نهار 8 كنشوف الناس على برا ما فهمتوش فين بغا يمشيو دابا حنايا في طريق الزيات طريق الزيات هنا هادي برانس قديمة برانس قديمة اللي كاينة على اليسار مسح المناظر ما كنشوف والو بيت الصحافة خصو يكون حكيم يكون دابا مفتوح يكون خدام فيه المكتب ديال تعقد فيه الندوة الندواء تعقد فيه واخا غايعدش دابا كون طنجرة تمثل الجهة الجهة طنجة تطوال حسيمة كان هذا خصو يكون مركز خدام على الكابل فيها كاين الصحافة هذاك هو مركز الصحافة اللي غادي يجتمعوا فيه ويتحركوا ويخدموا فيه الليلة نهار أنا شوف حنا أيضا نصفيو ديريك المرجع كنمشيو على اليمين لا يدور مزيان شدوها الطريق شوف شنو هي؟ الطريق مشدود فين ليهن؟ مرحبا ايوا هايدي مرتاح تكون محلول الانفاق ايوا عندك ديالنا والحركه ديال على برا ديال الافارقه الافارقه ديالهم نعم.
في بداية الفايات كانوا ديور كارازا سكن الدنيا خلا هنا يحسدك هذا المجمع السكني الضوحة ما كانش ديك الساعة كان صغير واحد بيستا كدخل ديك الطريق شد الطريق الليل ولا شدوه لا 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 انا ما شدوش رأي من تحت النافق من تحت النافق ماشى من فوق الليل طبعا احنا دخلنا بلي ما كده ولا باخي احنا في شارع المملكة العربية السعودية اهلا حي اهلا اه طبعا نقولوا احنا دخلنا بلي ما كده ولا ما دخلناش بلي ما كده لا باخي انا كنعتبر بالشي فام لي ما كذا اه وهي نورمال مون بني ما كذا هادشي غير شي فام بني ما كذا انا السوق كاين شي خاص كاين مخباز هنايا وكاين هاد هاد هما دابا هما دابا كي بابا يا خا كيفاش كيعملوا الخضره زعما كاد السوبر مارشي اللي تجاو تفتحوا هنايا صدق لهم هاد الشارع هذا كي عرفت الخبركة ديال الليل دابا حنا دخلنا العالم الثالث ما كاين لا لا بار حديد لا والو هنا دابا كتكون كتبدا المطاردة ديال ديال التأمن مع 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 اللي ما كاين ضابطوش الإجراءات الاحترازية الإجراءات الاحترازية ديال الكورونا هذاك الشارع ديك النهار اللي كانوا كيزفتوا هو هذا الطريف الطريف كان شويه عيان هكا كان معجون دابا معاون دابا دابا حنايا في بير الشفاء بير الشفاء باقي الشارع العربية السعودية ان شاء الله في المملكة العربية السعودية العربية السعودية تهلاو في الصحة ولا أطول شارع أطول شارع فيها فيها جميع الأكنس المنطقة الصناعية عند العوامة بير الشفاء أصلا قيلة تل مسنانة والسلام تل ذيك الربوع مسنانة سير سير لا فوس كارتو ما يوقع لا والو شي دورة راجلة يدوروا على الناس يخمشوا بحالو خصوصا هاد الشفا عامرة بالسيارات هاد هاد الاحياء صحيحة كاين في الشفا هاد الدروج هاد الدروج بحال هادو هاد الدروج اللي كنشوفو هنايا فيها كياخدو شي قنيت وكيتجمعو تما كيريحو كيريحو الحوامي عندهم بلايص ما كيتوصلو شي هذا كيفاش كيهز كيعطيه عندك الكسيبه ها زمان كورونا ودائما هذا الشيء كنقولوا
كيفاش عامره ديك الزقه شفتي شفتي كيفاش عامره هاد الماء ماشي خطر هذاك يا خاي هاد الماء اللي كيبيعوا ماشي خطر لا خطر هاد السمن هذا بلاستيك ماشي كرضي مستعملين بزاف عدة مرات مستعملين بزاف عدة مرات وكيجمعوهم بالنسبة كيرسموهم ويعاودوا يعمروا فيهم ما كيتعقموا ما والو صارحين شي هذوك اصلا هما كيخرجوا مراضين من المعمل الديبار ديالهم خارجين مراضين على سيدي بوحاجة صال الدار عاد نزل نتم هيا على رسول اسم الشاش فيش تحبت ماركام في الدار وخلية عملتي بعد الشغل شحال بطانية تغسلتي سبنتي سبنتي جوج كان تسبين عندي دحوايز والجميلة عملتي طيبتي ولا باخر الجميلة مزيانة ربحتي بعد الغداء ياه اه الناس سير اخي سير سير اخي سير اخي اسبانيا كتبها اسبانيا من هنا يا البحر الابيض المتوسط كيبان بحال شي بحيره هذه واحد الجزء من طنجة كيبان جهة بلايا الجبال بعيدة اللي هي إسبانيا خزيرات كتبان يعني طريفة كتبان من هنايا راهية وهادو هنايا مقابر كبير سيدي بوحاجة سيدي بوحاجة مسجد محمد الخامس اللي في إيبيريا كتبان السمعة ديالو الجو صافي مع هاد الاقتراض ديال الشتا اللي طاح طاحت صفى الجو مزيان كتبان كيبان كتبان طنجة كاملة واضحة سوق القرب تبني ما كان سوق القرب ولا السوق اخر قديم جوج هاديك الدرقة القهوة عامرة حكيم اخي هاديك القهوة عامرة بالناس قال لك عندك مولاها شي قاضي لا غير الهضرة الأخبار واقفة حكي كذا قديمة والجمع ديال السي الأمين السي الأمين أقلعي السي الأمين الشارع بعد شاء الله عدل عاد زفته عاد زفته ما كان كان السيما كدوز فيه كتاعية وهذا هذا هو التشار ديال بني مكاده هو هذا التشار هذا هو التشار ديال بني مكاده هو هي الاسم الحقيقي لبني مكاده هو هذا هو هذا هو المركز ديالو هي تسمات باقي باقي الحي اخر الاحياء الاخرى بني مكاده هو التشار ديال بني مكاده هو كان كان طنجة عباره عن مجموعه دواوير مداشير تشار من ديبان تشار جديد تشار بني مكاده المنبر والديموس حنا بعادي خلو هادو اللي قرابين صافي هادشي اللي كاين وقيلا رانا اشناد وسيدي دريس هادوك تخرج كاملين ما داش دابا حنا كنتواجدو في الرصد الجراري اذا ما كاين لا حديد لا والو هنايا يمكن غاد تشرف السيارة ديالك قليلة دريسية بلاصة طرو فقط
كي حاكم الدار لا لا غير وزل الدار ها يا طلاق رزق شويه عييتي هي هذا المقطع الفيديو للنهار اليوم نوثقوا الحالة للمدينة طنجة التي تعيشها الأجواء ديال مرض كورونا دقائق قبل إذا باقي 10 دقائق لدخول حضرة الجوال اليوم السادسة مركز بما كدا نحييكم ميديا الجيش إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.